أهل الشؤون أهلا بكم. وزارة الداخلية بكل ما فيها من ملكات عاملة وطاقات تعمل على خدمة المواطن ليل نهار، فهو شعارنا الذي لا بديل عنه. الشرطة في خدمة الشعب، فنحن الأقرب لحياة الناس وفي تماس مع المواطن في كل مكان وزمان. فرجال النجدة والمرور والجنسية والاتحادية وأفواج الطوارئ والحدود وآخرون هم رجال يسهرون ويعملون بتفاني من أجل كسب ثقة المواطن. ليس هذا فحسب، بل نحن نفتح أبواب وزارة الداخلية بصدر رحب لسماع المواطن وشكواه ونعمل على حلها بأقصر الطرق. وأهل الشؤون باب من أبواب وزارة الداخلية. كل هذا العمل هو بالتوجيه من معالي السيد وزير الداخلية الأستاذ عبد الأمير كامل الشمري والسادة الوكلاء والمدراء العامين في الوزارة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل الشؤون، معكم في الإعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، والمقدم محمد علي الحسوم من دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة. أهلا بك سيدي وصباح الخير. صباح الخيرات أخي العزيز مقدم محمد، صباح الخير لكل متابعي مشاهدي قناة الفرات الفضائية، صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات ضمن مختلف مفاصل وزارة الداخلية. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات وعلى رأسهم السيد مدير عام شؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لكل أبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل خدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير مرة أخرى لكادر برنامج أهل الشؤون وللمخرج المبدع نورس العنزي. نعم أخي العزيز مقدم محمد. شكرا سيدي، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام. نعمل لخدمتكم، نعم نعمل لخدمتكم، هي توجيهات المراجع العليا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم على السيد وزير الداخلية المحترم السيد عبد الأمير كامل الشمري. إذن حلقة جديدة من برنامج أهل الشؤون، أكيد أرقام الهواتف ستكون في أسفل الشاشة مع زميلنا المخرج نورس العنزي، ويرتبط معنا أخواننا في إذاعة الفرات. فاصل ونواصل إن شاء الله. إذن دائما وأبدا نذكر أن اللي يتصل بنا يسمعنا عن طريق الهاتف، وإذا كانت مشكلته به ذكر أسماء آخرين رجاء نذكر أسماء، لأن هذا يعتبر تشهير ومخالف للقوانين. أول اتصال الشؤون، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي الكريم، أهلا وسهلا بك، تفضل. يونس رشيد. يونس شو اسمك؟ يونس رشيد. يونس رشيد. يونس محمد. نعم محافظ نينوى. أهلا بك وهنا بنينوى، تفضل. الله يخليك سيدي العزيز. سيدي العزيز قبل يعني صار لنا احنا هواي ننتظر الشريحة المظلومة أكثر شيء الفاحصين من سنة 2017 لحد هاي اللحظة، يعني يوميا احنا نشوف الأخبار يقولون على الموازنة وعلى الموازنة، هذا الأسبوع المقبول والأسبوع المقبول، ولحد هاي اللحظة لا يوجد أي شيء. أخي العزيز يعني إذا جنابك متابع لبرنامجنا، إحنا دائما ضمن برنامج الشؤون نقول لك إحنا كوزارة داخلية إجراءاتنا مكتملة، الموازنة تخص وزارة أخرى وإجراءات أخرى خارج عمل وزارة الداخلية. شكرا لك ولاتصالك أخي العزيز، حتى ننطي مجال لغيرك هذا الموضوع، إحنا محسوم يعني ضمن برنامجنا. شكرا لك. نعم تحياتنا لك أخي يونس، شكرا لاتصالك، استفسارك مكرر دائما في حلقات برنامج الشؤون. اتصال آخر والشؤون، تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله. اسمي وائل خالد حسن. وائل خالد حسن. وين عملك أخ وائل؟ أنا قدمت 2017 فحصت. نعم. ودزوا علينا مرة ثانية فحص، هذا الفحص 2012 العفو شهر 12. نعم حدثت معلوماتك. حدثت معلومات كاملة، هسه دزوا جماعتي أنا بمنطقة الشينية. نعم. دزوا جماعتي كلهم طلب معلومات، بس أنا ما بس أبدأ مقبول مرفوض. انطينا اسمك الرباعي بعد حسن شنو؟ وائل خالد حسن باهر. باهر؟ با
باهظ 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 اسمع النداء. تابعنا اخوال برنامج الشؤون للسيطرة. أهلا بمراقبة كافة الأجهزة بالمراقبة يا سادة مدراء الأقسام مدراء الشعب الاختصاصية الضباط الخفر المقرات الفرعية بغداد وكافة المحافظات بالمراقبة من السيطرة المركزية لبرنامج الشؤون. صباح الخير سيدي الله يسعدك اسمعك جيد اتفضل. أشكرك أخي العزيز أخي ياسر صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل فاحص 2017 وائل خالد حسن باهظ تدقيق اسمه ضمن قوائم الفاحصين إجراءاته مكتملة من عدمها. نعم من السيطرة المركزية لبرنامج الشؤون. نعم سيدي تومر عبرتك على اسمع جميع الندوات في الوقت الحاضر تومر. نعم. سيدي أنا مدير الشؤون مبنى الوزارة في السيدي. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. مدير الشؤون مبنى الوزارة للسيطرة أخي بارك الله فيك صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة. صباح الخير السيدي وكذلك على كادر برنامج الشؤون وكافة الإخوان المستمعين والمشاهدين. أخي بارك الله فيك بخصوص اتصال الأخ المتصل وائل خالد حسن باهظ سيتم تدقيق موضوع مع جيل القصاص والإجابة خلال فترة البدل. شكرا لك سيدي إن شاء الله سيدي. نعم مدير شؤون مبنى الوزارة صباح الخير سيدي الله يساعدك. نعم شكرا واضح حاليا برنامج الشؤون سيدي حضرتك على المسمع تفضل. أشكرك على مسمع من نداء السيد العميد المحترم بانتظار الإجابات شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد عقيل المحترم وشكرا وصول أيضا لإخواننا في السيطرة تحياتنا لكم. اتصال والشؤون فضل. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا وسهلا. نحن الله والديك أستاذ أنا أحد الفاحصين على وزارة الداخلية 2018 اسمي حيدر حسين كاظم حميد جوال. حيدر حسين كاظم حميد جوال. هم حدثت الفحص مالتك؟ حدثت الفحص تمام ودزوا عليه طلب معلومات. انا على منطقه قديمه. نعم وانا حولت من منطقه لمنطقه. انت من حدثت اخي العزيز هو شنو فائده التحديث؟ انه انت اعطيت بياناتك الجديده من حدثت اعطيت معلومات سكنك يعني الجديد يعني منطقتك تليفونك. لا سيدي ما نطيت منطقتي الجديده لان كان كل زخم بوقتها لان قلت لهم انا محول قالوا بعدين يعني هذا اجراء خطا. مع هذا هسه شنو اللي طلب اخي العزيز؟ استاذي انا دزوا معلومات قديمه على منطقه على منطقه السكن القديمه فهم نعم. حتى اسمين مرتحل. نعم اي لازم تراجع. راجعت الاستخبارات في المنطقه القديمه نعم. ربطوا معلومات يعني المنطقه الجديده قاعد بيها ورقم تليفون وهذا ودزوا الاستخبارات العامه قالوا هم يدزون عليك طلب معلومات على صحيح صحيح هو هذا الاجراء اللي بدنا نقول لك فيه. اذا اجراءات طبيعيه وان شاء الله خير ان شاء الله بس شاء الله. انا بعد الحدث ما دازين اي طلب بالتاكيد اجراءات اخي العزيز تطمئن بالتالي تجي الاجابه ان شاء الله. شكرا لك اهلا وسهلا بالتوفيق ان شاء الله اخ حيدر تحياتنا لك. طبعا هو لازم شخص من يحدث معلوماته ينطي معلوماته الجديده سواء السكن كامله او رقم الهاتف. نعم اتصال الشؤون تفضل. الو الشؤون تفضل اخي العزيز. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي انا فحص الفحص الاخير مال وزاره الداخليه. نعم. 29/11. نعم. 22. شنو اسمك الكامل وشنو موضوعك؟ خالد حمزه عزيز حسين. خالد حمزه عزيز. عزيز حسين. شنو طلبك اخي؟ سيدي بس ابي اشوف اسمي موجود لو ما موجود. انت محدثت؟ صحيح سيدي حدثت. شنو بعد يعني اذا اسمك موجود بس ابي اعرف اسمه موجود لو مثلا مقبول لو لا لو شنو. لا اخي العزيز انت بما انه حدثت معلوماتك انتهت اسمك ضمن القوائم الماشي بس ما اجى علي طلب معلومات او راح ندقق لك يا حتى تطمئن. طبعا يا سنه فحصت الخالد برنامج شلون للسيطره. لا فحص انا برنامج شلون سيدي اسمعك جيد تفضل. أشكرك أخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل خالد حمزة عزيز حسين تدقيق اسمه للمعلومات ومحدث ضمن سنة 22 بارك الله فيك. نعم سيدي تومر واضح حاليا استلمت. أنا مدير شؤون مبنى الوزارة جيب سيدي. مدير شؤون مبنى الوزارة السيطرة بارك الله فيك على اسمع اتصال الأخ المتصل خالد حمزة عزيز حسين. نعم سيدي من قاعد اخذها البرنامج ان شاء الله سيدي. نعم سيدي شكرا واضح حاليا برنامج الشؤون سيدي. اشكرك على مسمع من نداء السيد العميد المحترم.
شكرا لك سيدي عميد عقيل. إذن عندنا وائل خالد وخالد حمزة، ننتظر إجاباتهم إن شاء الله. حياتنا لك سيدي. اتصال على الشؤون، تفضل. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي، أهلا وسهلا بك. أستاذي عندي موضوع تشابه أسماء. نعم. أوكي، رباعي. نعم. يعني طلعت قرار محكمة وما الأدلة الجنائية. نعم. اي ابو سيطرة تربيل يقول لي انا ختم مال الاستخبارات. شنو ختم مال الاستخبارات؟ انت الكتاب اللي اخذته من القضاء توجه لجهة الطلب؟ وجهته لجهة الطلب. جهة الطلب ايدت النمو انت المقصود؟ اي ايدت. انطوك كتاب؟ اعطوني كتاب. اي عافية. بس الكتاب مختوم؟ ما مختوم. اي شلون؟ بس يمهم، بس يمهم. بس ابو سيطرة تربيل لو نجف يقول لي لا انت مطلوب عندك سيطرة الاستخبارات، لازم تختم استخبارات احمر. اي صحيح، لازم الكتاب يختم حتى يكون طبق الاصل. زين، انا رحت لل شو اسمه الادله الجنائيه. نعم. يقول لي مو يمنا، من يختم يمنا؟ صح، يم وكاله الاستخبارات. الو. شنو الضرر اخوي؟ تراجع اخي العزيز، راجع مره اخرى للدائره نفسها اللي انطتك الكتاب حتى يعطوك كتاب مختوم عنوان للسيطرات. اي دائره؟ اي دائره هسه؟ نفس الدائره اللي اعطتك الكتاب، جهه الطلب نفسها الدائره اللي اعطتك الكتاب. انا الكتاب استلمته من المركز مالتنا، يعني مركز شرطه؟ اي مركز شرطه. شلون رفعت التشابه؟ هو جهه الطلب كان مركز الشرطه؟ اي مركز شرطه، يعني المركز شرطه طلب للمحكمه ورجع للمحكمه. واحد، انت جهه التشابه الاسم المتشابه مطلوب الى اي دائره؟ دائرة شو اسمه الاستخبارات. جيد، تراجع الاستخبارات اخي العزيز جهة الطلب نفسها حتى يثبتون انت المقصود من عدم، بعد تدقيق اسم والدتك وباقي التفاصيل. ماشي ماشي، اهلا وسهلا بك. تحياتنا لك اخوي الكريم، شكرا لاتصالك. اتصال الشؤون، تفضل. الو. الو اختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. انا زوجي كان منتسب موصل بالفرقة الثالثة. الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، اسمه الكامل رحيم ماشي رداد. رحيم ماشي رداد. ماشي رداد. اي بعدين تمرض بعجز بالقليل. نعم. يعني نسبة 25، سوينا لجنة طبية ما قبلوها. راجعت، رحت ويا انا الموصل وراح ابني ويا الموصل. نعم. بعدين تمرض قعد بالعربانة، سوينا. نعم. عودة. صحة وسلامة. 2016 زين، و2018 و2020 زين، وما يعني ما تقبلوا لي بالعربانه. زين. بعدين يعني بالتاكيد ايه؟ يعني اذا هو لا يصلح للخدمه اكيد بالفحص الطبي واجراءات ايه؟ الاعاده الى الخدمه راح يتم رفضه. بس هو ايه عنده خدمه رفضه. سابقه عنده خدمه سابقه. ايه عنده خدمه. عنده خدمه موصل. والله بعد ما ادري انا مره ما ادري بعد. يعني يكون هو يتصل بينا اختي العزيزه. لا توفى والله، هو توفى. الف رحمه على روحه. توفى الله يرحمه. الله يرحمه برحمته الواسعه. واريد لك يعني حقوق وديك كمان. احنا راح ندقق اسم، اعطيني بعد رداد شنو الاسم؟ ما رحيم ماشي رداد محي. محي؟ محي محي. اي محي. احنا راح ندقق اسمه، اذا كان له حقوق راح نعطيك الاجابه ضمن البرنامج. تابعي البرنامج. تابعينا ام الكريمه، تابعينا بخدمتك. برنامج شلون للسيطره؟ برنامج الشؤون السيدية. اسمع الجيد، فضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد كريم المحترم فيما يخص مناشدة زوجة المتوفي منتسب سابقا ضمن الفرقة الثالثة شرطة اتحادية رحيم ماشي رداد محي. تدقيق موضوعه، حاليا هو متوفي، موضوع اذا كان عنده حقوق او يقدرون يروجون اي طلب بخصوص حقوقه ضمن دائرة الشرطة الاتحادية من عدمه. من السيطرة المركزية إلى برنامج الشؤون. نعم سيدي تومر. تومر واضح حاليا استلمت. أنا مدير شؤون الشرطة الاتحادية في سيدي. نعم. مدير شؤون الاتحادية، أشكرك على مسمع من ذلك. مقدم سيف المحترم، تحياتنا لك. مقدم محمد، تحياتنا لكم. كادر السيطرة، تم تدوين المعلومات، راح يتم بحثها مع الإدارة. والفرقة اللي هي الفرقة الثالثة طبعا. نعم. اللي كانت في الموصل. نعم. وراح نشوف شنو اللي يفيد الاخ حسن المرحوم المتوفي. نعم. ونجاوبكم من وقت البرنامج، تفضل. شكرا سيدي لجهودك طبعا. سيدي الله يساعدك، شكرا. نعم واضح حاليا واستلمت. برنامج الشؤون سيدي حضرتك على اسمع
عن سيد مدير شؤون الشرطه الاتحاديه تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي العميد محمد كريم مدير شؤون الشرطه الاتحاديه، تحياتنا لك. ام الكريمه تابع الحلقه، ان شاء الله تكون لك اجابه بعد قليل ودموع اجغالي علينا احنا بخدمتك اكيد. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. انا عندي مناشده للسيد وزير الداخليه المحترم. نسمع مناشدتك نسمعها بدون ما تذكر اي اسم اخي العزيز. سيد ما عندي شيء، انا من العوده. نعم. اعطينا اسمك الكامل، اعطينا اسمك الكامل. محمد يعقوب محمود حسون. محمد يعقوب محمود حسون. نعم. محمود حسون. مين تخابرنا اخ محمد؟ انا من دياله. اهلا وسهلا بك. دارتك السابقه؟ على فواج الطوارئ. فواج طوارئ. تفضل اخوي. الله يوفق السيد الوزير، الله يحفظه ان شاء الله، والله هو ابونا وهو عمنا. والله ما عندي غير اني وعندي جهال اني محاير وين انطوج والله. وفحصت اني هاي اخير تاريخ فحصت يوم زميلنا المخرج بعد الاتصال فاصل. نعم. والله ما عندي اني وفحصت اني بتاريخ 31/8. انت راح ندقق اسمك ضمن شرطه دياله ونشوف اخر اجراء بحقك. والله ما عندي سيدي اخي العزيز، انت جنابك بس اسمح لي يا اخي، انت هسه مقدم لاعاده الخدمه غير؟ اي تريد تشوف اسمك موجود من عدمه، صحيح؟ الله يوفقكم ان شاء الله. اسمع النداء. الله يحفظك، يبارك فيك، شكرا لك والاتصال. تحياتنا لك. برنامج الشؤون للسيطره. سيدي اسمع الجيش تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخليه في مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل محمد يعقوب محمود حسون. تدقيق اسمه ضمن قوائم الاعاده موجود من عدمه، للمعلومات من شرطه دياله الى وكاله شؤون الشرطه الى الاداريه. تؤمر سيدي. نعم واضح حاليا واستلمت. هلا مدير شؤون مبنى الوزاره جيب سيدي. نعم. مدير شؤون مبنى الوزاره للسيطره بارك الله فيك، بخصوص اتصال الاخ المتصل محمد يعقوب محمود حسون. نعم. للمعلومات تم تدقيق موضوع اسمه اثنين غير موجود، وكذلك تم تدقيق موضوع اسم المتصل وائل خالد حسن باهظ. اللي بينه فحص عام 2017. نعم. كذلك بين اسمه غير موجود من القوام، اسمه تبارك الله. واضح سيدي العزيز، نعم. سيدي شكرا. نعم واضح حاليا استلمت. برنامج الرسول سيدي. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا على سرعه الاجابات، شكرا. شكرا. نعم. لك يا سيدي عميد محمد، تحياتنا لك اذا، او عميد عقيل عذرا. نعم. تحياتنا لك اذا مشاهدينا عبر القناه الفضائيه. فاصل ومن ثم الى ان شاء الله.
إذن أهلا بكم من جديد وبرنامج الشؤون، أكيد معنا اتصال حاليا. الشؤون تفضل. مرحبا سيد العزيز. أخوي الكريم أهلا وسهلا بك. السيد يعني حل فحصين 2014 فحصت مرة 2014 و17 اسمك الكامل. فحصنا ثاني مرة 3/12/2022 إذا أعرف موقف إذا ما أخذنا. اسمك الكامل أخي العزيز. يونس رشيد. يونس محمد. يونس مرة أخرى. نعم يونس انت متصل بينا. يونس قبل شوية اتصل بس نعم. ما راد يدقق اسمه يعني نعم يونس رشيد. يونس محمد. اسمع رباعي. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. سيدي اسمعك جيك فضل. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل الاول في البرنامج يونس رشيد. يونس محمد تدقيق اسمه ضمن القوائم موجود من عدمه بارك الله بك. فاحص 2017 سيدي توم الرعم وضع حاليا وسلمت. نعم انا مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي. نعم سيدي عميد عقيل. مدير شؤون مبنى الوزاره الاستاذ اخي بارك الله بك على مسعى اتصال الاخ المتصل يونس رشيد. يونس محمد اللي بين باتصاله انه فاحص عام 2017 المعلومات تم توثيق اسمه ضمن قاعدة البيانات المتقدمين على التعيين وبين اسمه غير موجود، وكذلك اتصال السابق الخاص بالمتصل خالد حمزة عزيز حسين. نعم للمعلومات تم تطبيق اسمه كذلك وبين اسمه غير موجود. اسمك بارك الله فيك. نعم سيدي استلمت. سيدي شكرا. نعم وضع حاليا استلمت. برنامج الاسم سيدي حضرتك على اسمع السيد مدير شؤون مبنى الوزارة تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات ونداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي عميد عقيل. تحياتنا لك. إذا خالد حمزة عزيز ويونس رشيد أسماءكم غير موجودة ضمن الفاحصين. نعم إن شاء الله التوفيق. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون سيدي شلون صحتك؟ الله يسلمك أخوي. سيدي أنا مفوض محمد راضي حميد مدير السفارات. محمد راضي حميد السفارات. نعم سيدي انا الشيخ معمم. نعم وسبق انا الشيخ معمم. نعم تفضل. نعم تفضل اخوي كمل. وقدمت عده طلبات للسيد المدير يقول لي ماكو تنقلات وانا اريد انقل على الارشاد الديني. سؤال انت جنابك ضمن المرشدين اللي تابعين لدائره العلاقات والاعلام؟ لا لا بس انا الشيخ معمم. نعم. اريد انقل انا من خلالكم. بس اسمح لي بس اسمح لي انت نعم. جنابك شيخ معمم تعينت على اساس انه انت معمم لو تعينت منتسب ومن ثم تعممت؟ لا لا من تعينت بالدائره وانا درست وتعممت. يعني اذا انت كنت منتسب ومن ثم اخذت العمامه؟ اي نعم. اذا نعم. انت قدمت طلب للنقل للمرشدين؟ اي نعم وقالوا ماكو نقل على الارشاد. دارتك وين انت دارتك؟ انا مديرية حماية السفارات. محمد راضي حميد شنو؟ حسن. حاليا ضمن حماية السفارات؟ اي نعم. راح وانا من ذوي الشهداء همتي انا من ذوي الشهداء. يعني قدمت طلب كونك من ذوي الشهداء؟ اي قدمت طلب من ذوي الشهداء قالوا ماكو هالسنة تنقلات عندنا قلت الموجود وسيد المدير همتي خطيه قال لي ما عندي موجود وقدمت المرتب الثاني. اخي العزيز نعم. احنا راح نطرق هذا الموضوع امام منظار السيد مدير شؤون مبنى الوزاره وهو بدوره راح يتم تدقيق هذا الموضوع واذا لك اجابه تاخذها ضمن وقت البرنامج. برنامج الشؤون للسيطره. اخونا محمد تحياتنا لك. سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك كذلك منادات السيد مدير الشؤون الداخليه في مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم فيما يخص مناشده المنتسب محمد راضي حميد حسن منسوب حمايه السفارات. حسب ما يخبرنا انه اثناء خدمته تم اكمال دراسته الدينيه وتعمم ضمن هذا الموضوع. يطلب النقل الى مديريه الارشاد التابعه لاداره العلاقات والاعلام. هل بالامكان ترويج طلب النقل من عدمه؟ من السيطره المركزيه لبرنامج الشؤون نعم سيدي تومر واضح حاليا استلمت. الو مدير شؤون مبنى الوزاره جب سيدي. نعم. مدير شؤون مبنى الوزاره اخبارك الله بيك على مسعى اتصال الاخ المتسب محمد راضي حميد. نعم سيدي. وسيتم تدقيق موضوعه مع مدير السفارات مباشره والاجابه خلال فتره البرنامج. اسمك بارك الله بيك. نعم شكرا سيدي واضح حاليا استلمت. برنامج الشؤون سيدي. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بيك.
شكرا لك سيدي عميد عقيل، يوم الثقل الأكبر على جنابك الكريم، تحياتنا لك وعلى تواصلك المستمر. اتصال آخر والشؤون، هلا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. والله بحسين العدس ينسحون مدير شؤون مبنى الوزارة للصيد. بس ابقى ويانا من فضلك. نعم سيدي تفضل عميد عقيل. يتفضل السيد مدير شؤون مبنى الوزارة. تفضل سيد مدير شؤون مبنى الوزارة أخي بارك الله فيك، وخصوص اتصال السابق الخاص بالأخ المنتشر محمد راضي حميد. نعم. للمعلومات سيتم تنسيق موضوع حضوره وتأمين أحضاره أمام مدير السفارات مباشرة وإكمال إجراءات الخاصة بالطلب النقل. بارك الله فيك. نعم سيدي شكرا. شكرا سيدي اللي قال السريع. نعم بارك الله فيك، واضح حاليا استلمت. برنامج الاسم سيدي حضرتك على مسمع تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد عقيل. نعم على اتصال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. المفوض حسين علي حسين سعدون. مفوض حسين علي حسين سعدون. علي حسين سعدون، وين منسوب؟ قيادة شرطة كربلاء. أهلا وسهلا بك كل أهل كربلاء. تفضل أخوي. أنا عندي كتاب نقل بديل سيد الرفع. نعم. للوزارة الرفع للوزارة شهر الخامس 2022 ولحد الآن ما عندي أي تفاصيل عنه. نقل ببدل كتاب بديل. إيه سيدي بديل. نعم ما عندك رقم وتاريخ كتاب؟ عندي سيدي. إيش قد رقم وتاريخ الكتاب؟ 32,075. نعم تاريخ في 16/5/2022. اسمع النداء. تابعنا أخي حسين. برنامج الشؤون للسيطرة. اسمع جيد سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في وكاله شؤون الشرطه العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المنتسب المفوض علي حسين سعدون منسوب شرطه كربلاء طلب نقل ببدل رقم كتابه 32,075 في 16/5/22 اخر اجراء بحقه. نعم سيطر استلمت. سيد الله يساعدك تأمر. نعم واضح عليه استلمت. حتى كل سيد عندك علم وجان للتوضيح فقط. السيد مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة استماع مع السيد الوكيل شؤون الشرطة. نعم عبرنا عن طريق الجهاز الآخر وتأمر عن خبر السيد وتكون إجابة من قبل السيد عن طريق الجهاز الآخر. تفضل سيد. أشكرك أخي العزيز، التنسيق عبر الجهاز الآخر لاستحصال الإجابة. شكرا بارك الله فيك. شكرا لكم اخواننا في السيطره. الاخ حسين تابع الحلقه اكيد راح تكون لك اجابه بعد قليل. اتصال. نعم. الشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم سيدي. صباح الخيرات على كل شعبنا العراقي. اخويا تفضل. سيدي انا فاحص وزير داخليه من 2017. اسم جنابك؟ اسمك الرباعي. فحص بالفحص الجديد 2022. اسمك الكامل؟ سيدي سجاد حسن صباح. سجاد حسن صباح. نعم العفو سجاد حسن صباح. نعمه صباح. نعمه. نعم هندقق بس بدي اشيك اسمي بالفحص الثاني ناجح. لا راح ندقق لك اسمك ونعطيك الاجابه. تابع اخوي تابع الحلقه. برنامج الشؤون للسيطره. برنامج الشؤون للسيطره. امر سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك منادات السيد مدير شؤون مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل فاحص 2017 سجاد حسن صباح نعمة تدقيق اسمه كذلك إجراءاته مكتملة من عدم يوم سيدي واضح حاليا استلمت. نعم مدير شؤون مبنى الوزارة سيدي. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. مدير شؤون مبنى الوزارة بارك الله فيك على مسمع من النداء والاتصال وسيتم الاجابه خلال فتره البرنامج. بارك الله فيك. سلم السيدي. شكرا سيدي واضح حاليا. برنامج سيدي المعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم بانتظار اجابات كذلك. اكو اجابه سابقه لبرنامجنا ضمن الحلقه السابقه لدى السيد مدير شؤون الشرطه الاتحادي العميد محمد, العميد محمد المحترم. اذا كانت الاجابه جاهزه يتفضل. مدير شؤون مبنى الوزاره للسيطره. نعم سيدي تفضل عميد عقيل المحترم. سيدي الامر واضح حاليا سلمت. مدير شؤون مبنى الوزاره للسيطره تفضل. نعم أخي بارك الله فيك، بخصوص اتصال الأخ المتصل سجاد حسن صباح نعمة لبين اتصال المفاحص عام 2017. نعم للمعلومات تم تدقيق موضوع اسم
ضمن قاعده الجوارات بين عدم وجود اسم السند بارك الله فيك. نعم سيدي. نعم سيدي شكرا واضح اليوم استلمت. انا مدير شؤون الشرطه الاتحاديه سيدي. نعم سيدي عميد محمد تفضل. اجابه من الحلقه السابقه جابر عوده. تفضل سيدي. نعم. اخي انا بسمع مين اذا بعد تصديق معلومات المتوفي اثنين انه لديه خدمه ثمانيه اشهر في وحده ومن ثم انقطع عن الدوام. نعم. نعم سيدي اذا ما له اي حقوق. نعم شكرا سيدي واضح حاليا. برنامج الشؤون سيدي حضرتك على مسمع الجار السيد مدير شؤون مبنى الوزاره والسيد مدير شؤون الشرطه الاتحاديه تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عبيد محمد تحياتنا لك. اتصال آخر والشؤون تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام أخوي أهلا وسهلا بك. أستاذ العزيز أنا فحصت 2017-2018. نعم. وفحصت سنة 2022. زين. جماعتي كلهم وصولهم طلب معلومات إلا أنا. نعم. أعطينا اسمك الكامل أخي العزيز. محسن قاسم محسن حسين. محسن قاسم محسن حسين. محسن حسين راح ندقق لك اسمك. اسمع النداء تابع الحلقة اخوي. برنامج شؤون للسيطرة. جيد سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز عن طريقك منادات السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل محسن قاسم محسن حسين كذلك فاحص 2017 تدقيق اسمه اجراءاته مكتملة من عدمه. سيدي تومر نعم واضح حاليًا. هلا مدير شؤون مبنى الوزارة سيدي. نعم سيدي عميد عقيد تفضل. نعم. مدير شؤون مبنى الوزارة وسفرك بارك الله فيك بخصوص اتصال الأخ المتصل محسن قاسم محسن المعلومات تثبت في موضوع اسمه ضمن قاعة الزيارات وتبين عدم وجود اسمه. سمع بارك الله فيك. سيدي شكرًا نعم واضح حاليًا. برنامج الشؤون سيدي حضرتك على مسمع تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات شكرا بارك الله بك. يعني شكر موصول للسيد العميد المحترم إجابات سريعة بكل اللي اتصلوا بنا بخصوص تدقيق الأسماء تحياتنا لك سيد العزيز شكرا على تواصلك المستمر. اتصال والشؤون تفضل. ألو تفضل أخوي. ألو السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدي شلونك زين. سلمك الله. أريد أن الحسين إن شاء الله يشتر عليكم ويحفظكم جاه محمد وعلي سلام الله عليك يا سيدي مولاي أبو عبد الله. أنا اسمع عبد حمزة جميل ذاك الأسبوع اشتكيت عندكم وقلت له روح للأمن العام وما دليته. اشتكيت بخصوص شنو أخي العزيز؟ بخصوص قلت لك أنا مواليد 73 وهربت من الخدمة العسكرية بزمان هذاك حشاكل منعول صدام ودخلوني بسجن بغريب 5 سنين ودخلت ودخلوني على مود الهروب هم سنتين بالوحده ماتي وعين اليمنى شلعوها هم نفسياتهم شلعوها وعندي شهود. نعم شنو كان طلبك اخي العزيز؟ يعني تريد اثباتات انه انت كنت مسجون؟ ايه اثباتات اني كنت مسجون. يعني قصدك احنا في وقتها وجهناك للادله الجنائيه صحيح؟ صحيح رحت وقالوا لي ماكو هيك حكي وما ادري شنو وطردوني من الباب. لا ماكو هيك كلام يعني جنابك شفت ما راجعت اي داره اي داره راجعت؟ راجعت الهاي مال الادله الجنائيه قالوا ما عندنا عميل. باي مكان هاي الداره راجعتها اخي العزيز باي مكان؟ بهاي الجديده المنال على صفحه مو ذيك على الشارع العام من هاي الصفحه المنال باب الجديد المنال كانك طالع على المشتل. اخي العزيز مديريه الادله الجنائيه انت قلنا لك تراجع ضابط الشؤون المعني. اسمك راح يكون اعطينا اسمك خلينا نخلي اسمك ضابط الشؤون المعني. مدير شؤون جهاد الرصاص. اعطينا اسمك. نعم سيدي عميد جواد. اسمك الكامل. عبد حمزه جميل. عبد حمزه. عبد حمزه جميل كاظم. اسمع النداء وهذا النداء يخصك كلنا دانا به السيد العميد. برنامج اهل الشؤون يتفضل السيد مدير شؤون بغداد الرصافه العميد جواد الصافي المحترم. تمر سيدي الوضع حاليا. انا مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي ناديتنا تفضل. مدير شؤون بغداد الرصافه اخي اشكرك صباح الخير عليك وعلى الجميع الله يبارك بجهودكم. تحياتي للاخ المقدم سيف والمقدم محمد. شكرا سيدي. وثلاث اسرات الفضائيه والسيطره المركزيه والمشاهدين الكرام. بخصوص الاخ المتصل بالحلقه السابقه عبد حمزه جميل، تم تسجيل اسمه في الاستعلامات ولم يحضر. اذا كان يريد يتوجه اهلا وسهلا بارك الله فيك. نعم سيدي. شكرا سيدي للجهود المبذوله والمتابعه المستمره من قبلك. نعم.
واضح علينا. برنامج شؤون سيدي حضرتك على مسمع تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع مداد السيد العميد المحترم، اذا امكن يبين للاخ المتصل المكان اللي بالامكان مراجعته، موقع الدائره اللي راجعها. تومر سيدي واضح علينا. مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي. نعم سيد عميد جواد تفضل. تفضل سيدي. مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي. اخي اشكرك، مجاور محكمة بغداد الجديدة، بارك الله فيك. نعم. حاليا الشيء واضح سيدي، شكرا. برنامج الشؤون سيدي حضرتك على المسمع تفضل. اشكرك اخي على مسمع من جميع النداءات، شكرا بارك الله فيك. يعني شكرا لك سيدي عميد جواد المحترم. الاخ عبد حمزه تسمعت الاجابه، اكيد بامكانك المراجعه ونستصحب معاك كل الثبوتيات والاوليات. اتصال الشؤون تفضل. المرحبا سيدي. عليكم السلام اخوي، اهلا وسهلا بك. صباح الخير سيدي. صباح الخيرات. سيدي انا فحصت سنه 2017 عملت وزاره الداخليه ورجعت بشهر 12/2022 فحصت. اسمك الكامل. عبد العزيز مجيد عواد احمد. عبد العزيز مجيد؟ مجيد سيدي بدال. ايه مجيد؟ لا بدال سيدي. مجيد سيدي. ما الاسم ما واضح. مجيد عواد احمد. مجيد عواد احمد. نعم سيدي. مجيد عواد احمد. نعم. اسمع النداء. راح ندقق اخوي اسمع. برنامج شؤون للسيطرة. اومر سيدي تفضل. اشكرك اخي عن طريقك من اداه السيد مدير الشؤون الداخليه في مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل فاحص 2017 عبد العزيز مديد عواد احمد. تدقيق اسمه كذلك، اجراءاته مكتمله من عدمها. نعم سيدي وضع حاليا استلمت. مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي. مدير شؤون مبنى الوزاره للسيطره. اخي بارك الله فيك، بخصوص موضوع الاخ المتصل عبد العزيز مديد عواد احمد اللي بين اتصاله فحص عام 2017 وجدد اتصاله وجدد فحصه وحدث عام 2022 يبين عدم وجود اسمه. اخي للمعلومات، وان كان فحص عام 2022 الاخ مقدم سيف عده تفاصيل كامله عن نتائج الفحص الاخيره. نعم. اللي مرات احيانا ما طابق شرط العمر او فشله بشرط التدريب الصحي او الدنيا. نعم تبارك الله بيه. نعم نعم سيدي شكرا. نعم واضح حاليا. برنامج الشؤون سيدي. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. اذا نداء السيد العميد المحترم واضح. نعم. واضح انه صح انت جددت معلوماتك، فيمكن طرأ عليك تغيير بالصحه البدنيه او بالفحص الطبي او باللياقه او عمليه او ما شابه. نعم. شكرا للجميع على الاتصال وشكرا للساده الضباط على التواصل المستمر. اتصال على الشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. متصل محمد ستار عبد حمادي. محمد ستار. ستار عبد حمادي. عبد حمادي تفضل. تفضل اخوي. انا فحصت بال 2017 وهسه هم عادونا الفحص، بس ما اعرف نتيجه الفحص مقبول ام ما مقبول، لحد الان طلب معلومات ما جايني، ومع العلم انا سليم من كل النواحي. يعني احنا اليوم هاي الحلقه راح تكون فقط لاجابات الفاحصين، احنا دائما نقول موضوع الفاحصين اكو حاسبه خصصها السيد مدير بالامكان دائره التطوع. نعم. اللواء حسين نعمه المحترم، هذه الحاسبه مع ضابط ومفرزه موجوده ضمن باب المجمع التدريبي، بامكان اي مواطن او منتسب يدقق المعلومات والاسم اذا كان هو متقدم. احنا اليوم بهذا البرنامج نريد ننطي مجال لبعض القضايا المهمه اللي تنطرح ضمن برنامجنا برنامج الشؤون. مع هذا اخي العزيز احنا راح ندقق لك هذا الاسم، واللي نرجوه من باقي الاخوان الفاحصين اذا كانوا من سكنه محافظه بغداد انه يراجعون المجمع التدريبي لتدقيق اسمائهم. برنامج الشؤون للسيطره. أمور سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز كذلك عن طريقك من اداه السيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع الفحص 2017 محمد ستار عبد حمادي، كذلك اسمه موجود من عدم. نعم سيدي وضع حاليا استلمت. مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي. نعم. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. انا مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي. مدير شؤون مبنى وزارة السيطرة، أخي بارك الله بك، بخصوص اتصال الأخ المتصل محمد ستار عبد حمادي، للمعلومات تم تطبيق موضوع اسمه ضمن قوائم الفاحصين عام 2017. نعم. وتبين عدم وجود اسمه، بارك الله بك. شكرا سيدي. شكرا سيدي واضح حاليا. نعم. برنامج الشؤون سيدي على مسمع.
أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا لك سيد عميد عقيل. واتصال آخر للشؤون، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي، أهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم سيدي. صباح الخيرات أخي العزيز. وسهلا سيدي العزيز. أنا بخصوص العودة، قبل أسبوعين اتصلت على جنابكم الكريم. نعم، شو اسم جنابك؟ ووجهت جعفر محمد خلف زيدان. جعفر محمد خلف زيدان. شنو كان طلبك؟ طلبي جت بوقتها سيد عليك وجنابك، ما قصرت، وديتني على العميد عقيل المحترم. نعم، توجهت عليه لأمن الوزارة. وسيدي بخصوص العودة، وأنا قلت لك عندي استثناء. من توجهت لأخي العزيز، من توجهت، شنو الرجال اللي صار؟ قال لي توجه توجه هسه للشؤون مال امن مال المواطنين، سوي طلب هناك. شكاوى المواطنين قصدك؟ طلب. اي عافيه سيدي. اذا ترويج طلب بخصوص العوده. نعم، اذا طلب جديد للاعاده. سيدي سيدي رحت هناك من بالباب، يعني توجهت واستقبلوني، اول استعلامات قال لي بعد ما يصير سدت العوده، وانا اطلب هسه من سيد الوزير يسمعني على هذا على القناة الفرات، ومن جنابكم توصلني صوتي، لان انا من ذوي الشهداء، وعندي يعني منو عندك شهداء؟ يعني فواتيس اخوي الشهيد ضحايا ارهاب. ضحايا ارهاب، نعم الله يرحم الشهداء. اي، وعندي ست خواتي برقبتي، والله سيدي يعني ابويا متوفي وانا المعيل الوحيد لهم. نعم، احنا هذا الطلب ان شاء الله. من جناب سيد الوزير يسمع صوتي، وانا اريد استثناء بعودتي، لان جماعتي راح يلتحقون ان شاء الله على الموازنه، وانا اظل هيك يعني. انت اخ جعفر مو بالحلقه السابقه طلبت اعاده الفحص؟ بالضبط 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 سيدي. ما حد يعني رحت وتوجهت هناك وما قصرت، بس بالاخير رحت يم سيد يم العميد عقيل، قال لي توجه شؤونه من شؤون. واضح 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 اخي العزيز، يعني احنا الموضوع عرفناه، هاي مناشده ان شاء الله يعني عن طريق الاخ مقدم محمد، عن طريق قسم الرصد في دارة العلاقات والإعلام، إن شاء الله نرفع لك هذا الطلب لغرض المقابلة والمواجهة. شكرا لك أخي العزيز. أكيد إن شاء الله إذا كان هناك طلب للمقابلة راح أرد لك جواب أخ جعفر. تحياتنا لك. خلي رقمك عند الأخ المخرج، وبقينا رقمك عند الكونترول حتى نتواصل معك. تحياتنا لك. نعم، عاود الاتصال بينا أخ جعفر، انقطع الاتصال حتى ناخذ رقمك من الكونترول ونتواصل وياك. اتصال آخر والشؤون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون الصحه سيدي؟ الله يسلمك اخوي الكريم. الله يعزكم ويخليكم الله ان شاء الله. الله يخليك. يعني فقره الغاء التعيين على وزاره الداخليه. نعم فحصلت الشهر الثامن على ملاقيات قوات الشرطه الاتحاديه، وفحصلت الشهر ال11. نعم. فبالتالي تشيك مكمل كافه الاجراءات سيدي. يعني ضمن قياده الحدود كملت اجراءاتك؟ لا، قياده قوات الشرطه الاتحاديه. شرطه اتحاديه. اي، بالطباب العسكري ما شرطه. طينا اسمك الكامل. مصطفى رعد كامل محمد. منتصر؟ مصطفى. مصطفى. مصطفى رعد كامل محمد. كامل؟ كامل محمد. محمد، اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. أمر سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك منادات السيد مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل مصطفى رعد كامل محمد، ملغى أمر تعيينه وتم ترويج معاملة الإعادة إلى الخدمة. تدقيق اسمه واخر اجراء بحقه، بارك الله فيك. من السيطره المركزيه الى برنامج الشؤون مع السيد يمر. مرة حاليا استلمت. نعم. انا مدير شؤون الشرطه الاتحاديه السيدي. مدير شؤون الاتحاديه، اشكرك على وصولك من النداء. راح يتم تسقيط المعلومات واجابتكم بعد قليل، تفضل. ان شاء الله. شكرا سيدي، واضح حاليا. برنامج الشؤون سيدي المعلومات، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا لك سيدي، تحياتنا لك، إن شاء الله لك إجابة أخ مصطفى. اتصال وآل شؤون، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ويا بلد زحراني من فلسطين عام 2017. نعم. وعبر الرابط الإلكتروني بزال رسالة ب 2022 بشهر 12. حدثت الفحص. وتم اعاده فحصنا، بس لحد الان طلب معلومات ما جاني. اسمك الرباعي؟ بركان حسين عبيد علي عبد علي. بركان؟ بركان حسين عبيد علي عبد علي. نعم، عبيد علي عبد نعم. علي. عبيد علي. شنو طلبه؟ تدقيق اسمه دون الفحصين سيدي. نعم، بركات حسين عبيد بركان علي. بركان لا. حسين لا. عبيد نعم. بركان علي. بركان حسين عبيد علي. نعم، يا سنة فاحص 17.
ب 2017 و 2022 تمت اعاده الفحص مالك. نعم. برنامج هل شلون للسيطره؟ برنامج هل شلون سيدي اسمع الجيد تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم، تدقيق اسم الفاحص بركات حسين عبيد علي كذلك موجود من بركان سيدي بركان بركان عفوا بركان. نعم سيدي واضح حاليا، انا مدير الشؤون مبنى الوزاره. شوف سيدي مدير الشؤون مبنى الوزاره للسيطره، اخي بارك الله فيك، بخصوص اتصال الاخ المتصل بركان حسين عبيد علي عبد علي، للمعلومات تم تدقيق موضوع اسمه ضمن الفاحصين عام 2017 بين اسمه غير موجود اسمه، بارك الله فيك. نعم سيدي شكرا. نعم سيدي واضح حاليا استلمت برنامج الرسول سيدي. اشكرك اخي العزيز على ما نسمع من نداء السيد العميد المحترم. اجابه سريعه بخصوص بركان، تحياتنا لك سيدي، شكرا لتواصلك المستمر. اتصال الشؤون تفضل. باتح وياي هو شو؟ تفضل اخوي انت بالجو نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. عمي انا من محافظه صوت قبائل عزيزيه. اهلا وسهلا بكل اهلنا بواسط، تفضل. عمي انا مقدم صار شهر على الجواز سفر، جواز سفر ما موجود عندهم بالله. شلون؟ انت مقدم جواز؟ اي والله مقدم جواز وانا خارج. يعني صوتك مو واضح. نعم. بس تهدي نفسك. تغير مكانك، تهدي نفسك، احنا نسمعك. انت راجع مديرية الجوازات اي دائرة؟ غضاء الصويرة. بالصويرة؟ اي والله عمي، وما عندهم جوازات. يعني كملت اجراءات الجواز فقط؟ نعم تستلم؟ نعم ودفعت رسيم. يعني اعطوك الكارت مال استلام؟ نعم. لا والله ما انطوني، بس دفعت رسيم 25,000 دينار. يعني جنابك من كمل اجراءات؟ شنو طلبك؟ اي كمل اجراءات، صار لي شهر. اي طلبك شنو اذا انت ما مكمل اجراءاتك شلون يصدر الجواز؟ لا كملت اجراءاتك. وانا قاعد اسالك وسالتك وصل الاستلام حجي، سالتك قلت لك انطوك كارت الاستلام، وصل هيك كارت ابيض صغير قالوا لك اي دفعت 25,000 دينار بصموني. نعم بصموني 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 وخذوا من عندي بصمه. اعطينا اسمك حتى ندقق لك جوازك مطبوع من عدمه، اعطينا اسمك الكامل. ناصر علي بري. ناصر علي بري. بري؟ نعم. جوازات واسط؟ نعم. هذا صويرة. نعم صويرة صويرة عمي. برنامج الشؤون للسيطرة. أمر سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصاف العميد جواد الصافي المحترم، بخصوص المتصل من أهالي واسط الصويرة عنده جواز كمل الإجراءات فقط يريد يستعلم جوازه مطبوع من عدمه. ناصر علي بري. سلمت؟ نعم سيدي التمر واضح حاليا. الو مدير شؤون بغداد الرصافة سيدي. نعم. نعم سيدي عميد مدير شؤون بغداد الرصافة، لكن الاشكال على مسمع من اداء الاخ المتصل ناصر علي، سيتم استفسار مدير الجوازات والاستفسار عن الجواز الخاص به واجابته خلال فترة البرنامج. نعم. شكرا سيدي واضح حاليا استلمت. برنامج الرسول سيدي حضرتك على مسمع السيد مدير شؤون بغداد الرصافة، ايضا سيدي في كاميرا جان بخصوص مدير شؤون وكاله شؤون السلطه ومبادره الجواز ضمن الوكاله، وتمت الاجابه سيدي بخصوص المتصل حسين علي حسين. نعم سعدون. نعم لقب بدل من محافظه كربلاء سيدي. تم اجابه قياده شرطه كربلاء بكتاب الوكاله المرقم 3218. نعم في 29/5/2022. سيدي في الوقت الحاضر عندك على سيدي توقف التنقلات. واضح واضح اخي العزيز، ايقاف الاجراءات واضح واضح اخي العزيز على ما اسمع من نداك. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك اخي ياسر، تحياتنا لك على تواصلك المستمر، وشكر موصول للسيد العقيد عقيد حيدر المحترم مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه، تحياتنا له. اذا اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. شلونك سيدي؟ الله يخليك. شلونكم سيدي؟ شغله تخص المرور على الطبع مال الارقام. نعم الارقام احنا بدلنا رقم من احمر الى الماني. نعم صار بحدود يعني 10 ايام هاي 15 يوم قالوا يا بتروحوا للحسينيين. نعم لحد الان ما نعرف يعني شوكت الراجع. اخي العزيز يعني للمعلومات حتى نكون منصفين، راجعنا من نعم. خلال جولاتنا المستمره على مواقع التسجيل لاحظنا نعم. كم هاي من الارقام مطبوعه مطبوعه نعم. والمواطن ما يراجع، المواطن معتمد نعم. على الملصق على الجامعه سيدي. اللي هو الورقي وما يراجع يستلم لوحاته. اخي العزيز بس اسمع، انا صار لي 15 يوم
15 يوم مسوي المعامله. اي مسوي معاملتك، ليش ما راجعت تثبيت اللوحات؟ هم 15 يوم قالوا 15 يوم 20 يوم راجعوا للحسينيه. راجعت جنابك؟ اي راجعت، قالوا بعد انتظر في الاسبوع اللي ايش قد رقم السياره؟ ايش قد رقم السياره؟ رقم السياره 56339. 339 هذا الالماني الجديد؟ اي رقم الالماني الجديد من بغداد. بغداد؟ بغداد نعم. يا حرف؟ حرف الباء. حرف باء. راح ندقق لك اياه. اجره هذا؟ نعم اجره 36339 اجره 36000. اسمع النداء. نعم. برنامج شلون للسيطره. امر سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخليه في بغداد الرصافه العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص اتصال المواطن بخصوص لوحات التسجيل يستعلم منجزه من عدمه. رقم اللوحه 36339 بغداد حرف باء اجره. سليمات؟ نعم سيدي تومر واضح اليد. انا مدير شؤون بغداد الرصافه جد. نعم سيدي عميد جواد تفضل. مدير شؤون بغداد الرصافه اخي اشكرك، الله يبارك بجهودكم. انا ما اسمع النداء الاخ المتصل سيتم الاتصال مدير المرور موقع التسجيل خصوصا. نعم. كذلك وجود ارقام وسنويات مطبوعه ومحددات غير مستلمه. بالتاكيد نوهنا عن هذا الموضوع. تمام بارك الله فيك. نعم سيدي نعم. شكرا سيدي واضح اليد. برنامج شلون سيدي حضرتك على المسمع تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا لك سيدي عميد جواد، تحياتنا لك. واخر اتصال حاليا وبرنامج الشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. حسين خالد ياسر، قبل فتره اتصلت بكم وذكرت اسمي وانقطع الاتصال. تفضل، شنو موضوعك يا حسين؟ الموضوع مالتي بال 2020 تهمتني مره باناني بايقها. زين. وطلعت افراج من المحكمه الاتحاديه ببغداد. زين. نعم. وانا بعد بالسجن بالتاجي راحت سوت دعوه على ابوي وعلى اخوي وعلي، انا بعد بالسجن بالتاجي سوت دعوه بان انا هم جاي النوم ضاربها. زين. يعني قبل ما اطلع من السجن. واضح. زين. فمشتكين احنا بالوزاره هذا الحكي قبل ما يجي وزير الداخليه المحترم. نعم. ومشتكين بالشؤون مال كربلاء. المشتكية منتسبة؟ لا لا هي مو منتسبة. نعم، لا شنو الشكوى بالشؤون؟ اكو اجراءات غلط يعني ضمن مركز الشرطة؟ اجراءات غلط بدون ذكر اسماء. انت ايش مرة اسمك جدي. اسمك مثبت لدى السيد مدير شؤون كربلاء؟ راجعته؟ موجود وما سوينا اي نتيجة. ليش ضمن اي مركز شرطة اخي العزيز؟ على جرائم مال كربلاء. اي مكتب؟ مكتب الوفاء. الوفاء. راجعت انت عميد؟ راجعت للعميد؟ العميد خضير؟ العميد راجعناه، وهسه هو الضابط اللي سوى هاي الشغله هسه بالسجن تعرفه. زين، اخي العزيز احنا نريدك تراجع مره اخرى وراح ننادي حتى نعرف باقي الاجراءات. الله يبارك فيك. تابعنا اخي حسين، تابعنا اخوي. برنامج شلون للسيطره. امر سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في محافظه كربلاء المقدسه العميد خضير الصافي المحترم فيما يخص موضوع المواطن حسين خالد ياسر تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات والاستماع لشكوى. نعم سيدي واضح حاليا استلمت. هلا مدير شؤون محافظه كربلاء المقدسه كيف سيدي؟ سيطره. صباح الخير عليك وعلى الاخ مقدم سيف وعلى كادر البرنامج. تم تثبيت المعلومات وان شاء الله المواطن يراجعنا ويتم اتخاذ اللازم من قبلنا. تحياتي. شكرا سيدي. شكرا سيدي. شكرا سيدي واضح حاليا واستلمت. برنامج شلون سيدي المعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا لك سيدي عميد غضير مدير الشؤون محافظه كربلاء، تحياتنا لك. نعم. اجابه اخيره، يتفضل السيد مدير شؤون بغداد الرصافه. نعم سيدي عميد. نعم سيدي تومر واضح حاليا. على مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي. اخي اشكرك بارك الله بجهودكم، خصوصا الاخ المتصل ناصر علي بري جوازات الصويره، حاليا جوازه بالاجراء. اشكرك بارك الله. شكرا سيدي. نعم. مدير شؤون بغداد الرصافه شكرا سيدي واضح حاليا. برنامج شؤون سيدي المعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. اذا مشاهدينا متابعي قناه الفرات الفضائيه برنامج الو شؤون، شكرا لكل من ساهم باجابه المواطنين واسعاف طلباتهم وكذلك الاخوه المنتسبين والضباط
نعمل لخدمتكم. هذا البرنامج باب من أبواب وزارة الداخلية المشرع أمام الجميع. نعمل بجد الشرطة في خدمة الشعب. إلى لقاء وحلقة أخرى وبرنامج الشؤون. إلى اللقاء.